شكرا ديما. كشفت بيانات مفوضية حقوق الإنسان في العراق وجود 5 ملايين يتيم يمثلون نحو 5% من إجمالي الأيتام في العالم. كما تحدثت البيانات عن انخراط 1 مليون طفل في سوق العمل بسبب حالة العوز التي تعاني منها العائلات الفقيرة، إذ يعيش 4.5 مليون طفل مع عائلاتهم تحت خط الفقر. بيت هشام الآمن يكاد يكون المكان الأشهر من بين دور الإيواء في بغداد. الأيتام هنا يجدون ملاذا لهم. يعمل هذا الرجل منذ نحو 18 عاما في رعاية الأيتام بجهود فردية بعد أن عجزت الحكومة بفتح دور تهتم بالأيتام والمشردين. بإمكانياتنا البسيطة قدمنا له الدعم النفسي والدعم الصحي والدعم الثقافي والفني والاجتماعي، فبالتالي خرجنا أطفال. اليوم عندي أطباء وعندي مهندسين وعندي فنانين وعندي معلمين. إحصاءات لمفوضية حقوق الإنسان العراقية تؤكد أن نحو 5 ملايين يتيم في العراق جراء الظروف الأمنية وعدم الاستقرار التي شهدتها البلاد خلال عقدين من الزمن. إحصاءات تشكك بها الحكومة العراقية. أكيد هنالك أعداد كبيرة من الأيتام، ولكن ما ذهبت إليه مفوضية حقوق الإنسان لا يعول عليه، لأنه إحنا أنا ما أعرف من مين جابوا هذا 5 مليون، قد يكون أكثر قد يكون أقل. وعليه دائما نذهب إلى الجهة الرسمية اللي هي تطلق هكذا بيانات، اللي هي وزارة التخطيط. لكن الحكومة العراقية لا تنكر ظروف الأيتام وسوء أوضاعهم المعيشية، لا سيما وأن تقارير مفوضية حقوق الإنسان تؤكد أيضا أن نحو 4.5 مليون طفل عراقي تعيش عائلاتهم تحت خط الفقر. ربما يكون لكثير من الأيتام سقوف تظللهم وأحضان يأوون إليها، لكن الخطر الحقيقي بالنسبة للمعنيين بحقوق الإنسان في البلاد هو ازدياد أعداد الأطفال المشردين الذين يتخذون من الشوارع والتقاطعات ملاذا لهم، ما ينذر بكارثة اجتماعية لا تحمد عقباها في المستقبل القريب. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. وينضم إلينا من دهوك وليد علي الناشط في مجال حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ وليد معنا. إذا ماذا تفعل الحكومة العراقية حيال هذه الأرقام الصادمة وهذه البيانات الخطيرة، غير أنها يعني تستهجن الرقم وتوجه بعض اللوم أو الشكوك حول عدد الأطفال إن كان المفقودين أو المتسربين من المدارس؟ شكرا لكم في بادي الأمر على الاستضافة. من الممكن أن نبدأ حقيقة من الأرقام التي هذه الأرقام التي كانت أعلنت بعد 2019 تقريبا، ولغاية الآن الحكومة كانت لديها إشكالية من ناحية هل هذه الأرقام صحيحة أو غير صحيحة، دون النظر إلى ماذا قدمت هذه الحكومات، خصوصا أن تقارير وتصريحات مفوضية حقوق الإنسان جاءت وأكدت النسب التي أعلنت عنها اليونيسف بخصوص أعداد الأطفال العاملين، بخصوص الأطفال الذين يتعرضون أيضا للعنف بخصوص الأيتام. لكن النقطة الأهم في هذا الموضوع، هل هناك انتهاكات أم لا توجد هناك انتهاكات؟ إذا كانت الإشكالية بالأرقام، بالرغم أن هناك تصريحات للحكومة تؤكد أنها خصوصا وزارة التخطيط أنها لا توجد لديها خصوصا خلال السنوات الاثنين الأخيرة أو الثلاثة الأخيرة أي إحصائيات رسمية بخصوص هذا الأمر، لهذا فهي الآن لا تستطيع أن تفند ما جاء به تقارير منظمة كاليونيسف، وهي منظمة مختصة بهذا الأمر، بالإضافة إلى تأكيد هذا الأمر من قبل مفوضية حقوق الإنسان. كانت هناك تقارير بالنسبة لوزارة التخطيط بالنسبة لحالات الفقر الموجودة بالأطفال، هو حوالي 31.7 من الأطفال يعيشون يعني تحت خط الفقر. نعم أستاذ وليد، هل تعتقد نعم. أن هذا التقصير أو تجاهل مسألة الأرقام والإحصاءات من قبل وزارة التخطيط يعني هو أمر مقصود لتجد نفسها معفية من تقديم
أي مساعدة أو القيام بأي تحقيقات حول هذا الموضوع؟ طيب، هو سواء كان مقصودا ام غير مقصودا، هو يعتبر انتهاك من قبل الحكومه بخصوص جميع الاطفال بالعراق، سواء الذي يعيشون في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحه او حتى في المناطق التي تشهد سوء للخدمات، سواء بالنسبه على مستوى التعليم او حتى على مستوى الصحه. كل هذه الابعاد التي هناك احصائيات تشير الى 48 بوينت فاصل 8 من الأطفال محرومين من كل هذه الأبعاد. الانتهاكات التي تعتبر الحكومة مرتكبة لهذه الانتهاكات بخصوص هذا الموضوع، هي أن الحكومة ملزمة بالنسبة لجميع حقوق الإنسان، ملزمة بتنفيذ كل حقوق الإنسان، ملزمة باحترام كل حقوق الإنسان، ملزمة بحماية كل حقوق الإنسان. فحتى إذا كانت ادعاءات الحكومة التي تقول أنهم أقل من مليون شخص، حتى إذا افترضنا هذا الرقم، ماذا عملت الحكومة لحد الآن بخصوص هذا الرقم الكبير الكبير جدا؟ طب أستاذ وليد، يعني عندما نتحدث عن موضوع المدرسة أو سوق العمل الذي يستقطب ملايين الأطفال بسبب العوز وبسبب الفقر المدقع الذي تعيش فيه عائلاتهم، يعني هذا الموضوع ممكن أن تتغاضى عنه الوزارة، تتغاضى عن موضوع الأرقام بما يخص الأرقام، لكن عندما نتحدث عن الأيتام والمفقودين، الحكومة العراقية لم تتعامل نهائيا بشكل جدي مع هذا الموضوع، وهل كانت هنالك أي مساعدات لعائلاتهم على الأقل، لعائلات المفقودين؟ هنالك التغاضي عن الارقام وعدم وجود احصائيه، هذا بحد ذاته يعتبر انتهاك، يعتبر تقصير كبير من قبل الحكومه، لانها تتعلق بفئه جدا كبيره، خصوصا ان العراق ملزم بالعديد من الاتفاقيات، وان العراق اعتبر بسنه 2019 على ما اعتقد من بين اخطر 10 دول لعيش الاطفال في العالم. فلهذا نجد ان هناك بحسب تقارير اليونيسف ان هناك 12% من الأطفال لم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي. أيضا هناك ثمانية تقريبا حوالي 90% محرومون من التعليم المبكر، بالإضافة إلى إحصائيات كثيرة. هذه الإحصائيات غير متوفرة عندهم، حتى إذا كانت متوفرة هي موجودة في 2018 أو 2014، لا توجد هناك العمل على هذه النتائج، العمل على هذه الإحصاءات. أستاذ وليد علي، إذا الناشط في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا من دهوك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، كانت هذه قضية اليوم، انتظرونا غدا في قضية جديدة، والآن عودة إلى ديما وما تبقى من أخبار الظهيرة. إليك ديما.